أثار جنون التخفيضات التي قامت بها إحدى شركات التجزئة السعودية الكثير من الجدل بين مستغرب من التزاحم الكبير الذي شهدته وما رافقه من مظاهر، وبين متهم للشركة بالتلاعب بالمستهلكين من خلال عدم توافق التخفيضات مع الإعلانات التي سبقتها. واضح يا أستاذ محمد، يعني مع هذا الاندفاع والتدافع البشري أن الرأسمالية الاستهلاكية متمكنة عندنا في نفوس الناس، يعني إيش السبب؟ لا، إحنا اللي متمكن عندنا مش الرأسمالية، المتمكن عندنا خلل في وعي المستهلك. أي يعني وعي المستهلك عموما في كل اتجاهات. تونا كنا نحكي عن موضوع الوكالات وموضوع التأمين وإلى آخر، وهذا من ضمنه، يعني لأنه المستهلك غير واعي. تجذب الدعاية اللي ربما هذا اللي نقصده. يعني هذا اللي نقصده. على فكرة هذه تحدث عندنا كما تحدث في أمريكا. طبعاً. بس أنا توقعت إنه إحنا أركز شوي. لا يعني من طول تجربتنا يعني في لا بدأ مش من طول بل بال إيه. إحنا التوعية عندنا غالية. بس إحنا من الرضا المفروض عندنا الرضا. أنا لما كنت محرر في صغير في جريدة الرياض في بداية الثمانينات، كان موجود جهاز حماية المستهلك في وزارة التجارة، وكنا نزور ونجيب منها أخبار. إيه؟ وهي نفس الأخبار الحين اللي تنجاب وتنرص وينتهي الموضوع. لا جديد. ممتاز. قال إيش تعليقك أنت؟ يعني برضو أنا مرة أخرى أقول إيش سبب هذه الشفاحة الاستهلاكية؟ معلش لك ما ذكرت المنظر، يعني يغلبني الضحك. اندفاع الناس شيء عجيب، خاصة بعض السيدات يعني يدافعون. شوف، هو أشكرك لأنك تطرقت لنقطة مهمة، أنه هذا مو بشيء خصنا إحنا لوحدنا. يعني أنا أسافر دائما، والله تشوف أسوأ من هذا الموضوع. صحيح. طيب. طبعا لا، وعي المستهلك إذن ما هو متعلق بالوعي بقدر ما هو متعلق بوجود رقابة على صحة هذه التخفيضات، هل هي صحيحة أو لا. الناس لا تلومهم، يبغون الشيء المخفض، يبغون الشيء الرخيص. الآن إحنا ننتظر وزارة التجارة أنها توضح ما حقيقة هذه التخفيضات. ومستمرين أيضا سماجة العنوان، عنوان الإعلان يدلك على فقر حتى في التسويق. يعني جننا والكلام الفاضي هذا. فأتمنى أن احنا يعني ناخذها كقاطع فكاهي في ايش تعليقك يا دكتور عبد الله؟ فيها مؤشرات، يعني اولا فيها رد على اللي يقال انه احنا نعيش كساد. احنا نعيش ايش؟ كساد. انه انا في رايي انه الشعب الان او المواطن السعودي اثبت انه جاهز للانفتاح اللي احنا نتوقع يعني في 2030. يعني الناس تشتري حتى وهي تقول انا الراتب ما يكفيني. يطاقون عشان يشترون شيء هم محتاجينه. يعني وانا اعتقد انه سنشهد مزيد من التسحيب لهذا الموضوع. بس ممكن يشترون شيء يخزنه. خلنا نشوف ايش رايك في الناس حاسين ان حمايه المستهلك غايبه. صحيح. انا اشوف انها تعكس ايضا تعكس توقع الناس. الناس متحفزين يبغون الأسعار تنزل، يعني كان في جنون بارتفاع في الأسعار، والناس مقولين لهم ترى كل شيء بينزل. فمتوقعين يعني هالشيء متى يحدث. شيء ثاني أعتقد من اللي ساهم في نشر الواتساب يا أخوان كان له تأثير كبير. جتنا رسائل قبلها بيوم إنه 70% الأجهزة والمدري إيش، يعني أصلا لا يصدق عقل إنه في تخفيض 70% في أجهزة خاصة. أولاً يعني أن الناس فعلاً مضايقين من ارتفاع الأسعار. من ارتفاع صحيح. واستبطوا أيضاً قضية انخفاضها. الحين يقولون كل شيء بينزل لكن ما شفنا شيء نزل على الواقع. يعني هي يا سرع ما ترتفع لكن نادراً أنها سؤال تنخفض. من يدير الناس الآن؟ هذا اللي يخوف. من يدير السوق؟ نفسه. على حال أنا خلص عندي الوقت ولا الحديث ذو سجون زي ما يقولون. أخشى أن يكون لو طول ذو سجون. شكراً للزملاء الضيوف الكرام دكتور عبد الرحمن العناد، أستاذ خالد السليمان، دكتور عبد الله الرفاعي، أستاذ محمد العصيمي. شكرا موصول إليكم. إلى اللقاء، نراكم الأسبوع القادم.